أهلا بيكم من جديد. بتبدأ حلقتنا النهاردة بوقفة احتجاجية قريبة جدا من مستشفى سان خوسيه، وبيحضر الوقفة دي طفلين، كل واحد مع والدته في عربية، والاتنين كانوا عكس بعض. الأول كان متضايق جدا إنه رايح الوقفة وعايز يروح حفلة صاحبه، بس والدته أصرت إنه يحضر معاها الوقفة دي علشان يتعلم إنه يطالب بحقه، على عكس مسن اللي حاولت والدته تقنعه إنها توديه أي مطعم ياكله، بس هو صمم وقال لها إن الإنسان لازم ما يتخلاش عن حقه الديمقراطي، فاضطرت انها تسمع كلامه وتشاركه اللحظة. وفي المستشفى بيطمن شون على ليا علشان يتأكد انها كويسة، لانها بتعمل تحاليل علشان تتأكد ان الحمل بخير، وكانت في أوضة الانتظار مستنية النتيجة. بس بيلفت انتباهها خبر في نشرة الاخبار في التلفزيون بيتكلموا فيه عن الوقفة القريبة من المستشفى، وكمان قالوا ان حصل ضرب نار وفي مصابين. وفي نفس الوقت بتيجي رسالة لشون انه لازم يروح الطوارئ هو وكل الدكاترة الجراحة علشان يستعدوا لوصول الحالات المصابة من الوقفة. بس يا ترى مين اللي اتصاب وهل هيقدروا ينقذوه ولا لا؟ ده اللي اكيد هنعرفه في باقي الفيديو، بس الاول يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. وصل المصابين للمستشفى، وكان اولهم هو ميسن اللي اتصاب برصاصة في صدره فوق القلب، واخدوا ماركوس وكلير على أوضة العمليات بسرعة، ومفيش ثواني وكان المصاب التاني وصل، وللاسف كان ايسان اللي اتصاب برصاصة هو كمان بس في راسه، واخدت لم وشون على العمليات لأن حالته كانت صعبة جدا، وأمهاتهم كانوا في أوضة الانتظار مع ليا وهم في صدمة ومش مستوعبين اللي حصل. لكن بعدها حاولوا يطمنوا بعض. في الوقت ده تارين أخدت بالها إن كارول لابسة شعار معارضة للحركة المنضمة ليها، سحبت إيدها وطلبت منها تبعد عنها، والحقيقة إنه كان موقف مش مفهوم منها خالص، وخصوصا إن الوقت ما كانش مناسب وأولادهم بين الحياة والموت ووضعهم صعب جدا، لدرجة إنهم خلصوا كل أكياس الدم في المستشفى وبعتوا يجيبوا لهم دم تاني من مستشفيات تانية. بعدها اكتشف ماركوس ان ميسن فقد دم كتير قوي، ومع انهم بينقلوا له بديل بس ممكن يكون اثر على دماغه، ولو ده حصل يبقى مفيش لازمه من الجراحه، وعلشان يتاكدوا من كل ده كانوا لازم يصحوه ويعملوا له اختبار، بس لازم الاول ياخدوا موافقه الام الاول. ولما راحت كلير تسالها وافقت، لكنها طلبت انها تكون موجوده وقت ما يفوق، وفعلا بياخدوها على اوضه العمليات، وده اللي بيخلي تارين هي كمان تطمع في انها تشوف ابنها في اوضه العمليات، وبتطلب من ليا تساعدها، وفعلا ليا بتبلغهم في اوضه العمليات ان تاريم محتاجه لحد يطمنها، فبيروح شون وبارك يطمنوها، بس بيرفضوا حضورها للعمليه، وبيرجعوا تاني يستخرجوا اجزاء الرصاصه من دماغ ايثان، وفعلا بيخرجوا كل الاجزاء ما عدا جزء صغير مستقر في مكان بعيد قوي، وعلشان يتشال ممكن يضر بالدماغ، وكان لازم ياخدوا موافقه الام على ده. وبتكون تاريم متردده، بس ليا بتشجعها وبتقولها ان الدكاتره دول ممتازين قوي وفاهمين كويس هما بيعملوا ايه، وده اللي بيخلي تاريم بتوافق فعلا. اما كلير فبتفوق ميسن وعملت له الاختبار ولقت عنده استجابه عصبيه كويسه، وقرروا يكملوا العمليه، وده بيفرح كارين جدا وبيرجع ليها الامل نوعا ما. لكن لم وفريقها بيكونوا خلصوا عمليه ايثان ونقلوه اوضه العنايه المركزه اللي ممكن يقضي فيها اسبوع او شهور لحد ما تتحسن حالته، وبتروح تارين تطمن عليه وتتكلم معاه، بس مره واحده بتلاقي عينه اتحركت وبدا يمسك ايدها جامد، وبتفتكره استجاب ليها وحالته اتحسنت، لكن شون قال لها كده الجزء الرصاصه اللي سابوه اتحرك، ودي حاجه خطر ولازم يعملوا اشعه بسرعه علشان يعرفوا اللي حصل، وفعلا بيتحرك بيه بسرعه. ورجعت تاني تارين لاوضه الانتظار حزينه، بس ليه حاولت تخفف عنها وعن كارول كمان، وفي الاشعه اكتشفوا ان في جزء تاني من الرصاصه هو اللي بيتحرك ووصل لمكان اعمق، وهيكون صعب انهم يشيلوه برضه، بس الجزء ده خطر جدا لانه بيتحرك، بس مفيش حاجه في ايدهم يعملوها. وبيروح شون لجلاسمان علشان ياخد رايه لانه دكتور اعصاب، بس جلاسمان قال له ان مفيش حل واحتمال كبير ان الولد يموت، ووقتها انهار شون من الحزن والزعل لان مريضه اللي هيموت المره دي طفل بريء ومش هو لوحده اللي بتكون حالته صعبه، لكن بارك كمان بيكون باين عليه الحزن جدا، وخصوصا ان ايسان فكره بابنه كل. بس روزنيك حاولت تواسيه، وراح هو وشون يبلغوا تاريم بوضع ابنها، بس طبعا ما قبلتش كلامهم واتهمتهم انهم السبب. ولما حاولت ليا تهديها زقتها من غير ما تحس،
فتخض عليها شون جامد، وده خلى تارين تعرف انهم مرتبطين، واتهمت ليه انها خلتها تاخد قرار علشان بس الدكتور يبقى حبيبها، وانها بتداري على غلطه اللي هيكون السبب في موت ابنها. وبتوصل كلير وولك بعدها علشان يبلغوا كارول ان كل اكياس الدم خلصت، وطلبوا من مستشفيات تانية تبعت ليهم، بس قدامهم ساعتين على الوصول، وغالبا ميسم مش هيتحمل الوقت ده. وهنا بتكون تارين هديت ورجعت تاني تقعد معاهم، ولما بتسمع كلير بتقول كده بترد وبتقول لها ان فصيلة دمها نفس فصيلة دم ميسان وممكن تتبرع له، وفعلا بتعمل ده. وبارك كمان مش بيستسلم ابدا وبيفضل يدور على حل، لحد ما بينجح اخيرا انه يوصل لفكرة ممكن يشيلوا بيها جزء من الرصاصة من غير ما يضر المخ، وبتوافق لم على الفكرة وبيبدأوا فيها فورا. واخيرا بعد ساعات طويلة من العمليات عدت كأنها سنين على الكل من كتر صعوبتها، رجع بارك وشون وكلير للأمهات، بس المرة دي بأخبار كويسة جدا، وهي ان كل العمليات نجحت والأولاد حالتهم مستقرة ومحتاجين أمهاتهم، وفعلا بيروحوا يطمنوا على أولادهم وبيعرفوا انهم بخير. واخيرا بينتهي اليوم على حاجة حلوة جدا، بس للأسف مش هتكون كده لكل الموجودين، لان بارك بلغ روزنيك انه بقى معجب بهزار ولازم يبعد عنها. ووقتها بتتماسك روزنيك قدامه، بس في الحقيقة قلبها اتكسر لانها بتحبه، لكن كبريائها خلاها تداري ده. وليا كمان وهي مروحة مع شون تعبت وجالها ألم قوي جدا في بطنها لدرجة انها وقعت على الأرض، وده خلى شون رجعها تاني للمستشفى، بس وقتها فكروا مغص عادي وان كل حاجة تمام وحالتها هي والجنين مستقرة جدا. لكن شون طبعا القلق هيموته وطلب فحص شامل لليا علشان يطمن انها بخير هي والطفل، وفعلا بتعمل ده كلير. ووقتها بتعرف ان شون كان عنده حق، لانها اكتشفت ان في مشكلة في الأوعية الدموية للبيبي وممكن يحصل له اختناق ويموت، ولازم تدخل جراحي علشان يقدروا يحلوا المشكلة دي في أولها. وأول ما شون عرف كده بقى هيتجنن من قلقه وتوتره، واقترح عليهم حل للمشكلة وبدأ يوزع الأدوار وكأنه هو المسؤول عن الجراحة مش لم. بس لم ردت وقالت له إن الجراحة هتتم من غيره أصلا، فبيتجنن شون وبيروح لجلاس مان وبيطلب منه يخلي لم تسمح ليه بالحضور بصفته مدير المستشفى، ولازم لم تسمع كلامه. بس دكتور جلاس مان قال له إن لم عندها حق ولازم يحترم قرارها وينفذ اللي بتقوله عليه. وقتها مش بيكون قدامه غير انه بس يطمن على ليا وبيديلها اغلى حاجة عنده ومصدر قوته وهو المشرط اللعبة، وفعلا ده بيطمن ليا انها بتعرف هو قد ايه بيحبها وممكن يضحي باي حاجة في حياته علشانها. اما بارك فكان معاه حالة لواحدة كبيرة في السن، شرح له وولك وقال له ان اسمها ماكسين وعندها 87 سنة، وقعت وهي في حفلة خيرية فجابوها للمستشفى، واول ما وصلت فاقت لوحدها، وقبل ما وولك يكمل كلامه وقف قلبها تاني، وقبل ما يتحرك كولك لانقاذها وقفوا بارك وقال له انها لابسه اسوره مكتوب عليها طلب عدم الانعاش في حاله الموت وان دي رغبتها ولازم يحترمها. ولسه يدوب هيكتبوا زمن الوفاه لقوا مستوى الاكسجين رجع تاني طبيعي وقلبها اشتغل ورجعت للحياه، واول كلمه تقولها مين اللي رجعني تاني وازاي ما تحترموش رغبتي. بس بالكشف عليها قال لها بارك ان مفيش حد عمل اي حاجه، لكنه شاف السجل الطبي ليها وعرف ان من سنه جالها سرطان في الرئه، وعلشان يستأصلوه في السن ده زرعوا جهاز لو قلبها وقف يشتغل هو مكانه وكمان ينعش قلبها الحقيقي. وقتها طلبت منه ماكسين يشيل الجهاز لانها خلاص عايزة تموت في سلام، وبدأ يشوف هو وماركوس وقتها ويدوروا على طريقة يشيلوا بيها الجهاز من قلبها، بس وولك بيرفض العملية اصلا وبيقول لهم ازاي تعملوا عملية علشان تموتوا واحدة، وبيسألهم هي وظيفتنا اننا نموت الناس ولا ننقذهم من الموت، وده خلى ماركوس يقول له ان ده قرار المريضة وبس، ووظيفتنا اننا نساعد الناس بالطريقة اللي هم شايفينها صح. ووقتها وولك قرر انه يتكلم معاها ويحاول يخليها تغير رأيها لانه شايفها مليانة بالطاقة والحيوية ومش عايزها تموت، فراح سألها وقال لها هو انت فعلا عايزة تموتي؟ فردت ماكسن وقالت له حكمة، وهو ان الموت مفيش مفر منه ولو ما ماتتش دلوقتي فهتموت بعدين، وهي عايزة تموت دلوقتي وهي صحتها كويسة احسن ما تعيش اكتر، ووارد جدا تتعب او يجيلها زهايمر مثلا فتعيش سنين في عذاب واخرها برضو هتموت. فبيقتنع برأيها وبيساعدها وبيشارك في العملية. في نفس الوقت ده بتكون ليا في أوضة العمليات وشون واقف بيتفرج عليها من فوق وهو هيموت من القلق، لكن روزنيك راحت اتكلمت معاه وهدته. وبعد وقت قصير كانت ليا خلاص خارجة من العمليات وهي في أحسن حال، فراح يطمن عليها شون وقال لها إنه لسه فاضل جزء مهم في العملية وكمان لازم تفضل تحت المراقبة في المستشفى، فقالت له ليا إن لازم تبدأ شغل حتى وهي قاعدة عشان تحاول تنسى وتهدي نفسها. ووقتها
قرر شون إنه هو كمان يشغل نفسه عن التوتر اللي هو حاسس بيه وعايش فيه، وبدأ شغل علشان حالته تتحسن، ووقف يشوف جدول العمليات ولقى إن عملية ماكسن هتبدأ، وقرر إنه يشارك فيها، وبينجحوا فعلا في إنهم يشيلوا قلب ماكسن. لكن شون بيفضل متوتر برضه، وده بيخلي كل الدكاترة يشاركوا تجربتهم في حمل زوجتهم. ومن ناحية تانية برضه لموا كلير وجوردن بيعملوا نفس الشيء مع ليا علشان يهدوها. وأخيرا عملية ماكسن بتخلص، وبتقرر إنها توقف كل المضادات الحيوية. ولما بارك حذرها إن كده ممكن تموت في خلال 24 ساعة، قررت إنها تموت وهي بكامل الأناقة والسعادة، وعملت حفلة كبيرة كمان في المستشفى. ولما بارك قال لها إن ده ممنوع، تجاهلت كلامه، فاضطر إنه يبلغ دكتور جلاسمان علشان يتصرف معاها. بس بعد ما جلاسمان اتكلم معاها، قرر إنه ينفذ ليها رغبتها ويسيبها تموت بالشكل اللي هي عايزاه، ومشي هو يكمل شغله. وبنرجع تاني لشون اللي راح يطمن على ليا، ولاحظ ان عندها رعشه جامده وتجلط في رجليها، فاخدها للاشعه. وبتكتشف كلير ان البيبي مش هيستحمل وهيموت، وطلبت منه يبلغ هو ليا ويقويها. وفعلا بيروح شون لليا، وقبل ما يتكلم ولا كلمه، واول ما بتشوفه حزين كده بتعرف ان البيبي مش هينجو، بتعيط وبتحزن جدا. لكن لم بتقول لها ان ما كانش في ايدهم اي حاجه، وبتطلب منها تاخد قرار في عمليه الاجهاض، اما تاخد مخدر كلي لحد اخر العمليه، او تاخد بنج نصفي وتكون حاسه بكل حاجه في العمليات. بس ليه بتكون حزينه جدا، وبتطلب منها تسيبها لمده دقيقه مع شون علشان تعرف تاخد القرار. وبتطلب من شون يوافق انها تاخد بنج كلي علشان ما تحسش باي حاجه ولا تحس بفراق بنتها. فبيوافق شون وبياخدها على العمليات، وبيكون هو كمان حزين جدا. ووقت خروجها بيكون الكل كمان زعلان وحزين انهم ما قدروش يساعدوها، بس شون بيكون جنبها وبيعتني بيها كويس. أما ماكسن فبتكون نايمة وهي مبسوطة لأنها ودعت ابنها، وكمان ودعت حياتها بشكل جميل. لكن المفاجأة تاني يوم لقت نفسها صاحية عادي، وحالتها كمان اتحسنت، وده خلى بارك في حيرة وهي كمان. بس بدل ما تفرح بالخبر ده اتضايقت جدا، والأول مرة بتعيط، وقالت لوولك إنها ما كانتش بس عايزة تموت وهي مبسوطة ولسه في صحتها زي ما قالت له قبل كده، لكن كمان لأنها وحيدة وزوجها وأصحابها ماتوا، ودي حاجة صعبة قوي عليها. وقتها حس وولك بتأنيب الضمير من ناحيتها، لأنه كان المفروض يسيبها تموت، بس هو دلوقتي مش عارف يتصرف ازاي ويصلح اللي عمله. ووقتها بيفهم جلاسمان اللي حصل، وهو انه حط لها المضادات الحيوية اللي رفضت تاخدها في العصير، وهو السبب في انها تخف وحالتها تتحسن وما تموتش. وقال للولك ان المفروض يطرده من المستشفى لانه تجاهل رغبة المريضة، بس هو هيعمل نفسه كأنه مش واخد باله. بس وولك قال له ان هو كمان حاسس بتأنيب الضمير ومتضايق، لان المفروض انه عمل حاجة كويسة، بس ما كانش فاهم ولا متخيل انها تعذب كده. فطلب منه جلاسمان انه يصلح اللي عمله. ووقتها وولك ما كانش عارف يعمل ايه، لانه اكيد مش هيقتلها، لكنه فكر انه ممكن يوقف المضادات والادويه ويساعدها تخرج من المستشفى، بس كمان يزورها كل شويه في بيتها وما يسيبهاش للوحده ابدا لحد ما تموت. وكانت قصه ماكسن ملهمه للكل، لدرجه انها خلت الدكتور جلاسمان يتصل بوالده ويطمن عليه، ويعرف انه مش لازم ابدا يسيبه لوحده ويروح كمان يزوره. والتغيير ما كانش لجلاسمان بس، لكن كمان كان لروزنيك. شخصيتها اتغيرت جدا، وبدل ما كانت عدوانيه مع الكل او على الاقل ما بتحسش بألم حد، وشايفه انها احسن واحده، بقت مصدر طاقه وسند لكل الموجودين. يمكن يكون السبب هو الازمه اللي مرت بيها وبعدها عن الجراحه وحرمانها من اكتر حاجه بتحبها، وممكن يكون بسبب حبها لبارك اللي بعندها وكبريائها خلته يبعد عنها ويروح لواحده غيرها. وحاليا بقت هي كمان عايشه وحيده وحزينه. بس يا ترى هتعرف تصلح غلطتها وترجع لبارك؟ او حتى بارك يحس انه بيحبها وانها ممكن تساعده في حياته زي ما بتحاول تساعد كل اللي حواليها؟ وده اللي اكيد هنعرفه في الحلقات الجايه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه علشان تقدروا تتابعوا باقي الحلقات. الفيديو ده كان بصوت أسماء مجدي ولخصته إيمان صلاح، ونشوفكم على خير. مع السلامة.